رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أطفئ غضب ربك بالصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إذا أصبت بمرض أو بخسارة في تجارة أو فساد في ولد أو حادث أليم أو نشوز في زوجة فعليك بالصدقة. إذا وقعت في نظرة من حرام أو أخرت صلاة أو في همز أو في لمز أو في غيبة أو أخرت صلاة فتصدق تطفئ غضب ربك ولو بنصف تمرة. اجعل ربك شريكا لك في مالك ولو قليلا، فالشركة التي فيها يد الله عز وجل لا تخسر أبدا ولن يتخلى الله عز وجل عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. ليس النقص في المال، بل إن الله عز وجل سيقذف البركة فيه. والبركة أيها الأحبة جند من جنود الله عز وجل، إذا حلت في المال كثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. لو عندك مريض زد على ثمن الرشطة ثمن علبة دواء يفرج الله عز وجل كربك. انتبه، الشيطان يعدك الفقر ويصدك عن الإنفاق، ولا تنسى أنك في ظل صدقتك يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أكرم الأكرمين. طابت أوقاتكم بكل خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.